ايه، الواحد قاعد بيذاكر بقاله كتير جدا، عمال لعبة ماينكرافت مهجن خالص من اللعبة دي، بحبها جدا جدا جدا. بس انا جعان جدا. مش مشكلة، خلص لعبة بعد كده بنزل اكل. يا جوليان جوليان، ممكن تفتح الباب عشان انا في الحمام؟ حاضر يا ماما. يا ترى مين، يا ترى مين؟ ايه ده، ده شكله واحد معاه موتوسيكل بتاع بيتزا. ايه ده، الله. اهلا ميكا، وانت طلبت البيتزا؟ بص، هو محدش طلب بيتزا، بس مش مشكلة. قوليلي بقى حسابها كام. بص، حسابها $50 بس. ياه، بس انا مش معايا فلوس. خلاص مش مشكلة، ممكن تطلع تجيب البرفيوم بتاعت مامتك تدفع بيها. واو، بجد دي فكرة حلوة جدا. الله، هطلع اكل بيتزا والعب ماينكرافت الاتنين مع بعض. اوكي انا مستنيك، روح بس هات البرفيوم بتاعتها وخلاص. طيب اوكي، فكرة حلوة جدا. ممكن انا ادفع بالبرفيوم دي. هطلع بقى واخد البرفيوم بتاعت ماما وهدفع بيها. مين يا جوليان اللي جه؟ ابدا يا ماما، ده في حد بس بتاع بيتزا تحت. طب انت بتعمل ايه، بتاخد ايه من جوه؟ ابدا، باخد البرفيوم بتاعتك، هي قالت لي ممكن انا ادفع بيها، هدفع بس البيتزا واجيلك تاني. ايه، تاخد البيتزا بتاعتي؟ انا ما حدش طلب بيتزا اصلا، ويعني ايه تدفع البرفيوم؟ هات البرفيوم يا امور. اهي اتفضلي حضرتك. شكرا جدا. ابو الهنا، اشوفها بقى على البيتزا. يلا سلام، انا باي باي. اوكي، شكرا جدا، انا اللي على البيتزا حتى من غير ما اطلبها. الله، ريحه البرفيوم تجنن. ابتدي بقى اكل فيها دلوقتي احسن، انا جعان جدا. ايه ده، استنى يا جوليا، ما تاكلش حاجه. ليه بس يا ماما؟ لو سمحت، انا ما طلبتش اصلا بيتزا، ويعني ايه تاخدي البرفيوم بتاعتي ان انت ان هو يدفع بيها؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ابدا، انا كنت عايزاها بس تمن البيتزا. لا طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. هاتي بقى البرفيوم دي، وبعدين شكلك غريب قوي اصلا. ايه ده، انا شاكه فيك. ايه ده، انت طلعت الولد اللي كان اتهجم علينا في البيت قبل كده وكسر لنا البيت. انا مش قلت لك ما تجيش هنا تاني؟ يو، انت عرفت ان انا؟ ايوه طبعا عرفت ان انت، انا بس كنت عايز البرفيوم بتاعتك وماشي. لا طبعا مش هينفع، انا هدي البرفيوم بس وهمشي. لا طبعا، انت مجنون، هطلب لك البوليس. انت مكفكش اللي عملت فيك قبل كده؟ لا لا لا، ما كفينيش، واخدت البرفيوم اهو وهمشي. خدي انت الباروكه بقى اشبعي بيها. انا قلت لك ما تهاجمش على البيت هنا عندي تاني، وما تاخدش حاجتي والعيال بتاعتي، انا هكلمك البوليس تاني. ايه ده ماما، الله، ده سابين الباروكه بتاعته كمان، بقى عندي بيتزا وعندي باروكه. واو، بصي شكلها حلو عليا ازاي. هاي، انا ميسيس جوليانا، هطلع بقى اقعد العب بماينكرافت. جوليان العب بورنيتا دي والباروكه الوحشه قوي دي. هو اصلا تلاقيه سرق البيتزا ولا حاجه، وسرق الباروكه دي من عند الكوافير. انا هروح اشوف حكاية الراجل ده عشان مش عايز يبطل يجيلنا. اي ماما، بس هو جاب لنا بيتزا طعمها حلو جدا، فيها ايه المشكلة؟ لا طبعا فيها مشاكل كتير جدا، انا اصلا مطلبتش بيتزا. وانا هتكلم مع ابوك لما يجي عشان خاطر هو مش هينفع، دوت كان اصلا خطيبي القديم، بس انا مرضتش ان انا اتجوزه. وانا متضايق اوي كلاوديا، احنا مش هينفع ان احنا نكون مع بعض، انا بحبك اوي وعايز ان انا اتجوزك. انا مش قادرة اصدق ان انتي رحتي لواحد تاني. انت كنت خطيب؟ اه، لو سمحتي عايز ان احنا نرجع نتجوز تاني، لو سمحتي، انا بحبك جدا 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 وعايز ان انا اتجوزك. ممكن اشلك عنك الشنطة لو تقيلة. يا ابني مش هينفع، انا خلاص اتجوزت وبقى عندي 3 عيال، وفضل راح اعمل مسابقة، ومش هينفع ان احنا نكون لبعض. لازم خلاص شيل الموضوع ده من دماغك. مش عارف اعمل لك ايه عشان خاطر تحبيني تاني، جبت لك حتى التورته اللي انتي بتحبيها جدا، وانا عارف ان ده مش عيد ميلادك، بس انا فعلا بحبك قوي يا كلاوديا، ومش قادره استغنى عنك. احنا اه كنا مخطوبين زمان وما نفعناش لبعض، بس دلوقتي ممكن ننفع لبعض. ايه اللي فيها؟ اقعدي بقى كده، وهجيب لك البيتزا بتاعتك دي والتورته، هعملها لك. بصي انت شكلها فظيع ازاي، هعمل لك كل اللي نفسك فيه، هجيب لك اغلى هدايا، وهوديك احسن الاماكن اللي انت عايزاها. بس انا مش هينفع، بقولك ان انا متجوزه وعندي عيال، انا بحبهم جدا خلاص، ومش هقدر اعيش انا هم حياتي اصلا دلوقتي، مش انت. طب انا اعمل لك ايه عشان تقتنعي؟ طيب اعمل لك ايه؟ مش هقدر تعملي اي حاجه، اتفضل بقى سيب البيت وامشي، اطلع بره دلوقتي، وانا مستنيه جوزي وعيالي. طب خلاص خلاص، انا مش هيأس، انا هفضل احاول واحاول واحاول لحد ما تقتنعي بيا. هفضل اجيب لك ورد كل يوم، هفضل اعمل لك كل اللي انت عايزاه عشان خاطر تحبيني، وهسرع ورد وهعمل لك كل حاجه في الدنيا.
ايه ده، انت خضتني جدا، حد يعمل كده على الصبح ترش ميه؟ انا كنت في الحمام اصلا، انت مش ممكن، مش هرتاح لما اطلب لك البوليس، اعمل فيك ايه؟ يوه ده كان فعلا فظيع يا جوليان، بجد كان فظيع، كان بيطلع لي في كل حته وبينط لي في كل حته، وكان عايز يتجوزه بالعافيه، بس انا ما قدرتش استحمل خالص كتر زنه وجري ورايا. يا نهاري ده شكله فعلا رخم جدا، وكويس ان انتي اتجوزتي بابا، على الاقل بابا مش رخم اوي كده. اه مش ممكن، ده كان فظيع، ده كان بيطاردني في كل حته. كلاوديا كلاوديا، انا معايا البرفيوم بتاعتك ومش هرجعها لك تاني ابدا. بص انا شكلي انا اللي هكون بتاعت البرفيوم. اوه ميرسي جدا يا ماما، بصي الراجل جاي من ورا، انا هوريك يا كلاوديا ومش هيأس، وهفضل اجري وراكي حتى لو عملتي ايه.